حنايا الملعب هذا عنده ما با شهر تفتح، وكان عنده نقص في المعايير، واتصلنا بالسلطات المحليه ما كانش شي اجابه. قريب 4 مرات ولا 5 مرات نطلعوا لهم، وراك تشوفوا نقص في البارات والبزوز، وشوف الاولاد كي راهم يلعبوا. غير ما يخص هذا الملعب هذا ما خدعش لواحد المعايير، ناقص بزاف، زدت ثاني ما عندهاش شهرين باش تفتح تقريبا، اللي بار طارو، زيد ثاني الارضيه ما كانتش مشدوده مليح، زاد خرجت طارت من بلاصتها. حنا ان شاء الله كنا نتمناو دي السلطات المحليه يشوفوا لنا هذا الماتيكو هذا، هذا الملعب الجواري هذا اللي مدته نتاع ما يقارب 20 يوم بحره باش تحل، كنا نتفائلوا خير باش نكمل ان شاء الله تكون اضافه للشباب باش يلعبوا، بصح لحد الان ما شفنا والو. ان شاء الله نتمنى السلطات المحليه تداركوا هذا الامر هذا ويشوفوا لنا هذا الملعب في اقرب وقت.